معنا مراسل تلفزيون دولة الكويت فهد التركي. فهد نعود لك ونتكلم عن استعداد فرق عمل وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق. فهد تفضل. صباح الخير زميلتي مها. فعلا يعني تواصل كافة فرق الطوارئ في كافة الجهات المعنية في الدولة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال جهودها المستمرة في سبيل تأمين سلامة المواطنين والمقيمين في المناطق السكنية وفي الطرق الداخلية وفي الطرق السريعة. في الجانب الآخر منطقة العديلية يعني تعتبر من يعني المناطق التي تم التركيز عليها بشكل كبير من قبل فرق الطوارئ في وزارة الأشغال، وذلك بسبب حدوث بعض تجمعات المياه في بعض طرق منطقة العديلية وتعاون كبير بين وزارة الداخلية وفرق الطوارئ وزارة الأشغال في محافظة العاصمة والهيئة العامة للطرق في سبيل سحب كافة المياه التي تتجمع بسبب يعني الأمطار الغزيرة التي تهطل في دولة الكويت. ربما المشهد من خلفي لا يحتاج إلى تفسير. فرق طوارئ وزارة الأشغال ومحطات الضخ والمضخات المتنقلة تعمل بشكل كبير في سبيل سحب كافة المياه وتجمعات المياه في طرق محافظة العاصمة في صورة تجسد الاستعداد الكبير لفرق طوارئ وزارة الأشغال بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق في سبيل تأمين سلامة كافة المواطنين والمقيمين. في الجانب الآخر أيضا لا ننسى دور وزارة الداخلية التي تتواجد أيضا بشكل مكثف في طرق البلاد في سبيل تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والعمل على انسيابية حركة المرور في كافة طرق البلاد. نحن يعني إن شاء الله سنكون متواصلين معكم ومع المشاهدين يعني طول الوقت يعني لحين أن تزول كميات الأمطار التي تهطل بغزارة في كافة محافظات البلاد، وندعو من جديد كافة المواطنين والمقيمين إلى الحذر من يعني الطرق وعدم السير بسرعة كبيرة بسبب تجمعات المياه وغزارة الأمطار التي هاطلت في دولة الكويت. مها، هذا كل ما لدينا من محافظة العاصمة تحديدا في منطقة العديلية. نعود إليكم واستوديو العالم هذا الصباح. جزيل الشكر لك فهد على هذه التغطية.